شايفه انا دا شايفه؟ يا سلام على هاللقطه مقروعه، اكيد المخرج مصورها بالجيمي جيب من زاويه وبالكريم من زاويه ثانيه. لا حبيبي لا، سلامه نظرك، هي متاخذه باربع كاميرات وبعدين مقطعه بالمونتاج. اعوذ بالله، شو عم تحكي انت؟ مستحيل هيك لقطه تتاخذ بكاميرات ثابته. ولو يا ندى، انت مخرجه مو لازم تفوتك هيك شغلات. روحي، لاني مخرجه ما لازم تناقشني، بعدين انا عم بعطيك الخلاصه. عم تعطيني الخلاصه؟ شو يعني ما عاد حدا يفهم بالاخراج غيري؟ اي يمكن انا لما بديت مثل قدام الكاميرا لاول مره، يمكن كنتي انت لساتك بالحضانه او عم تلعبي بالبيضه والحجر. حسام، الله يرضى عليك، لا تحاول تستفزني ولا تتعدى على اختصاص غيرك، يعني قد ما كانت خبرتك كممثل واسعه، هذا الشيء ما بأهلك ابدا انك تشرح الاعمال الفنيه من وجهه نظر اخراجيه. بقى الله يوفقك، اذا بتريد اترك هاي مسائل اهل الاختصاص بيكون احسن. شو هالحكي؟ وانت هلا ما شاء الله كان حولك من اهل الاختصاص؟ ما بعرف والله. شو رايك انت؟ لا تكون حضرتك نسيان انه انا دارسه 6 سنين اخراج باوكرانيا ومعي شهاده قد الحيط، ولا لا تكون كمان مالك معترف بخبرتي الاخراجيه خلال 5 سنين اشتغلتهم بالفن. دخيلك انت وهالشهاده اللي نتعتيها. ليش فكرك مين ما درس اخراج برا صار مخرج؟ اي مرحبا اوكرانيا. شو قصدك؟ شو قصدك؟ يعني معلش لا تزعلي مني، انت مع احترامي لشخصك الكريم مالك موهوبه بالاخراج ابدا. وحتى اكون منطقي معك، يعني اخراجك نص كم، مو كل هالقد. ها؟ ليش شبه اخراجي استاذ حسام لحتى ارفع منه كل هالقد؟ ما بوشي، على سلامته حبيبتي، بس عدم المؤاخذه، اسمحي لي يعني. حركه الكاميرا عندك روتينيه ومكشوفه، والايقاع بطيء لدرجه الملل. يعني اذا الممثل ساكن بالطابق 12 بتضلي لاحقتي بالكاميرا من تم البنايه هيك لحتى يوصل لبيته. لا والمصورين بيقروا آية الكرسي حتى ما يخطروا ببالك وتستفقديهم بالشغل معك، ومعظمهم بيعتذر منك وما بده هالرزقه. طب نحن ليش لحتى نروح بعيد؟ هي هشام، هشام ليش اعتذرت بالشغل مع ندى بسهره في بيتنا حمار؟ مشغول الزلمه ماله فاضي، بس هذا هو الواقع. هلا هيك؟ هذا هو رأيك فيني؟ طبعا، وإذا بدك جاملك بكون منافق. بعدين أنا بعمري ما شفتك ماسك النص بالبيت بإيدك وعم تقطعي، ولهالسبب التقطيع عندك ارتجالي والرياكشنات بتنزليها وين ما كان وكيف ما اتفق. يعني بتنزلي رياكشن لواحد عم يبتسم ويشنك وأبوه عم يندفن قدامه بالقبر، أو عم يتكركر وأمه عم تتشردق وتختنق بكاسة المي يلي عم تبلع فيها دواء. ما بتتذكري ثلاثية عيش يا قديش يلي أخرجتيها بزمانك ونزلتي فيها رياكشن لعامل كادح عم يبكي بمسيرة الفرح تبع الإنجازات والمكاسب التي لا تنتهي؟ كنتي رح تعملي لنا مشكلة، مشكلة سياسية من وراء هالرياكشن الهفتان تبعك. ولا الرياكشن تبع الموظف يلي غطى على قلبه لما سمع بزيادة الرواتب؟ هاي نقطة. والنقطة الثانية، مين ما حكى أو وقفت على أرنبة منخار ودبانة بترقدي وبتفوتي عليها زوم ان، ومين ما وقف على حيله او لف رجل على رجل بتطلعي عنه زوم اوت ان اوت ان اوت مثل مطاطة. يعني بتهرجي بالكاميرا تهريج ناشف وبتورجينا السقف والحيط والارض والابواب بلقطة واحدة. قسما بالله عم تدوخي المشاهدين دوخ. ما بتتذكري يا ابو عصام كيف داخ واستفرغ لما كان عم يتفرج على التمثيلية تبعك الاعمار بيد الله؟ بقريتك تقبري عظامي، هذا اسمه اخراج هاد؟ اللهم الا اذا كنتي حابه تخرجي الناس عن طورها. هلا هذا اللي طلع معك؟ لك هيك انا بنظرك؟ انا عم اقول رايي فيكي فنيا، والمفروض ما تزعلي من كلمه الحق، هيك المفروض، والفنان لازم تكون روحه رياضيه، وطبعا انا عم بعطيكي راي فنان مختص مو راي عابر سبيل ماشي بالشارع. عم بعطيكي رأي ممثل مخضرم ومهم وصاحب تجربة غنية، وانت عدم المؤاخذة يعني لساتك فصعونة صغيرة بالفن طبعا. بس انت ما كان هيك رأيك فيني لما خطبتني من 3 سنين. ليش كيف كان رأيي فيكي لما خطبتي؟ اوكي ولا يهمك، رح اذكرك. صدقيني يا ندى، انا من وقت ما شفت لك سهرة التيس الذي اصبح رجلا قلت لحالي هالمخرجة هي يا اخي عندها شيء متميز، عنده شيء مختلف، لأنه مثل ما بتعرفي حبيبتي أسلوب الإخراج بيعطي دلالة واضحة على شخصية المخرج. يعني بصراحة أنا اكتشفتك من التيس الذي يعني من هالسهرة بالتحديد.
شو اكتشفت فيني؟ لأنه بصراحة صارتي متواضعة كتير ما هيك؟ لا لا أبداً، لا تغلطي، مو متواضعة أبداً، لأنه أسلوبك الأنيق بنقل الكاميرا بدل على أنك إنسانة شفافة كتير وعندك دفق ومخزون كبير من الشعرية والإحساس العالي، واختيارك لأماكن التصوير والكوادر يا الله كوادرك ما أحلاها، يعني كل هالشي بدل على أنه عندك إحساس فائق بالجمال وعين حلوة ما بتقبل النشاز أبداً. ومن ثم حبيبتي، اهتمامك بالتفاصيل الصغيرة بدل على أنك إنسانة دقيقة وذكية وبتتمتع بخيال خصب وفكر خلاق، حتى اختيارك لهذا النص التيس الذي أصبح بني آدم. لا حسام، التيس الذي أصبح رجلا. بالضبط، عفوا، يعني اختيارك لهالسهرة يدل على أنك إنسانة صاحبت مشروع فني مهم وصاحبت كلمة ورسالة مقدسة بهمك كتير أنه توصليها بأبسط أسلوب ممكن للناس. يعني باختصار حبيبتي، أنا اكتشفت أنك فنانة موهوبة وإنسانة رقيقة وشاعرية وعلى درجة كبيرة من الثقافة والوعي والشفافية. عن جد حسام عم تحكي؟ أنت شايف فيني كل هاي الشغلات؟ طبعا حبيبتي، وصدقيني يا ندى، أنا ما تعودت جامل أبدا، أنا من طول عمري بقول للأحوال حبيبي لا تأخذني، أنت أحوال، لأنه مبدأي بالحياة بيعتمد أساسا على اللقاءات الثلاث. شو هي اللقاءات؟ لا مجاملة، لا تنازل، لا نفاق. بتحب ذكرك كمان ولا ما في داعي؟ لا ستي، لا تعزبي حالك، أنا بدي ذكرك هالمرة. نسيتي شو كنتي تجاوبيني لما كنتي تسمعي مني هالحكي؟ على فكرة حسام، أنا من وقت ما كنت صغيرة معجبة كتير بتمثيلك، يعني دائما كنت حس حالي قدام فنان مختلف وصاحب مشروع فني كتير مهم. هيك لكان لما كنا مخطوبين، كنت شايفة اني صاحب مشروع فني، اما هلأ لا عاد عندك لا مشروع فني ولا بطيخ مبسمر، كل ادوارك صارت نمطية ومتشابهة وبتمثل مثل اطفال الطلائع، يعني بتاخد هالدور بتحفظه وبتقديه مثل عم يسمع نشيد بالمدرسة، يعني بصراحة اكتر صار راكبك الغرور وسيطر عليك الاستسهال وخلاص فقدت بريئك القديم وضوك انطفى، وبيني وبينك يظهر انه الناس كانوا مخدوعين فيك بهالفترة اللي مضيت. إيه لا عيني لا، انت هيك زودتيها كتير، العمى على هالحاله، شو بك انفلتي فرت فلتة وكأنه في إلك طار عندي؟ يعني انت اللي ما زودتها؟ على فكرة حسام، هذا ما له اسلوب حوار ابدا. مو اسلوب حوار، دخيلك، ليش من امتى كنت تفهمي باسلوب الحوار انت؟ انت من طول عمرك بتحكي بغوغائية ومنطق ساذج وتفكيرك ابعد ما يكون عن الثقافة. لك اوعك بقى، اوعك يا، انا ما بسمح لك تحكي معي بهالطريقة منوب، فهمت ولا ما فهمت؟ ان شاء الله عمرك ما تسمعي. لك شو يعني إذا بدي أعبر عن رأيي لازم أخذ إذن منك؟ بعدين تعال قال لك، أنا اشتهيت شوف فيلم أمريكي ولا طلياني ولا عفريتي إخراج مرأة، كل المخرجين رجال إلا عنا، لسه منكتب على هالشاشة إخراج فلاني إخراج علتاني علاكة الباني، إنه منين طالعين بهالموضة ما كنت أفهم. حاجة بقى يا حاجة بقى، أنا فاتي اندفس ونام لأنه السهرة معك كلها مات وهز بدن. ليش مبوزمي من عند الصباح؟ هلا انا اللي مبوزمي ولا انت فتت من دون ما تقول صباح الخير؟ ايه ما بده يشوف الواحد وش مشرق وسحنه مفروده لحتى يكون له نفس يقول صباح الخير؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ما بتقدر ما تعكرني من اول النهار، ولا ما بتكون حسام اللي انا بعرفه. هلا انا عم عكرك ولا انت معكره خلقه؟ والله يا ترى ليش انا معكره؟ واضحه الشغله، الله وكيلك من يوم ما فشل مسلسلك الاخراني الافاق المسدوده وانت انسدت افاقك وانتزعت خلاقك وانقلبت حياتك فوقاني تحتاني. بس لعلمك مسلسل الافاق المسدوده ما فشل بدليل انه توزع على 7 محطات. يعني فكرك كل مسلسل بيتوزع على محطات معناته مسلسل ناجح؟ شو نسيتي قديش رشحوكي بالصحافه على هالمسلسل البايخ؟ ليش هي بتسميها صحافه؟ هي اسمها اقلام حاقده ونوايا سيئه. كون بعلمك انه نحن في عنا بالبلد مجموعة نقاد ما عندهم لا شغلة ولا عملة غير انهم يحطوا العصي بالعجلات. بعدين تعال اقلك، انت على شو عم تتبجح؟ شو انت احسن يعني؟ شو قصدي؟ قصدي انه انت كمان الصحافة نزلت فيك نزلة الله مولاها على دورك السخيف بمسلسل الطرقات الضيقة. ايه بس لا تنسي انه الطرقات الضيقة اخذ جائزة فضية بمهرجان القاهرة. يا مرحبا جائزة، اصلا معروفة الجوائز شلون تتوزع.
معلش معلش ما رح رد عليكي لانه انت عم تحكي هيك من غيرتك. بالله شو ومن شو بدي غار بقى؟ بتغاري من نجاحي من تألقي، يعني انا عم انجح واسمي عم يلمع او انت صار لك 4 سنين مكانك راوح. لا والله وانت صادق، انا اللي عم المع وانت اللي عم ترجع لورا، وانت اللي بتغار مني مو انا. ولك ما هون المصيبة، المصيبة انك مصدقة حالك وقبطية جد ومفكرة حالك شغلة مهمة. لا سيدي ما حزرت، لانه انت عاطي حالك اهمية اكتر ما تستاهل. ولك انا اصلا ليش عم باخذ وبعطي معك ووجع راسي؟ احسن شي روح على التلفزيون. لك تاخذ السيارة؟ طبعا. لك عم تروح مشي؟ اتركها، لانه انا في عندي مشوار على شركة معربة الدولية. معربة الدولية؟ شوربة الدولية؟ انا ما دخلني، دبري حالك بشي تاكسي. وليش انت ما تترك لي السيارة وتاخذ تاكسي اه؟ ولك شو قصر النظر هذا اللي عندك؟ يعني بتشوف فيها حلوة بحقي اركب تاكسي؟ فنان مهم ولامع مثلي يركب تاكسي؟ لا شو ما عندك حدا كبير انت؟ دخلك؟ اذا كنت انت المهم وانت الكبير، انا شو لكان؟ وانت كمان مهمة بس لانك مرتي، يعني لانك زوجة فنان مهم وما في سبب غير هيك ابدا. لك انت اكل بحالك كم كبير. لا والله انت اللي ملتهبة عندك الانا، وبرأيي تاخدي حب التهاب عيار 500 ما كنت تتحسني خاطرك حياتي. صباح الخير أستاذ حسنان. أهلين أستاذ حسنان. صباح الخير. أهلين، تفضل. الله يسلمك. قاعدة تشوفيني؟ يا والله يا أستاذ صدقني من الصبح وأنا عم دور عليك. خير شوفي. أستاذ أول شي بدي أسألك، حضرتك عم تشوف برنامج شيء؟ برنامج رجل لورا ورجل لقدام؟ ايه عم شوفه. يعني ان شاء الله عم ينال اعجاب حضرتك. الحقيقه يا انسه ممتع، وبصراحه انا ومرتي حريصين جدا على متابعه كل حلقاته. عظيم كثير استاذ، وهالشهاده انا بعتز فيها، خاصه انها صادره من فنان عظيم مثلك، وبالتالي هالشيء بشجعني وبسهل مهمتي. عفوا انا مهمه؟ استاذ حسام، نحن حابين نعمل حلقه معك ومع المدام ندى عندكم بالبيت، يعني باعتباركم عائله فنيه نموذجيه. هذا طبعا اذا ما عندك مانع. لا ولو ما في مانع ابدا، اهلا وسهلا فيكم امتى ما بدكم. معناتها فينا نحدد موعد لتسجيل الحلقه. ولا يهمك انسه حسنا، انت حددي الموعد المناسب ونحن جاهزين، بس على شرط. تفضل استاذ. لا تصعبي علينا الاسئله كثير. لا ولا يهمك، بناسب حضرتك بكره الساعه 6 المساء. 6 المساء ما في مانع. خلص اوكي بالانتظار. الله معك استاذ. خلص مع السلامه. الله يسلمك. وشلون هيك تقطع وبتوصل من عندك اه؟ وبشو قطعت ووصلت بقى؟ يعني شلون بتعطيهم موعد لتصوير البرنامج بدون ما تشاورني؟ بلكي كنت انا مشغوله بكره الساعه 6. ولو كنتي مشغوله انا واثق انك رح تلغي كل مواعيدك ورح تفضي حالك مشان تصوير الحلقه. وليش بقى؟ شو شايفني قاتلي حالي على هيك شغله ولا منتفخ دودي على ما اطلع بالتلفزيون؟ ايه معلش يا ندى، معلش لا تطوشي. حارتنا ضيقه ومنعرف بعضنا. اصلا انت من طول عمرك بتحبي هالشغلات، وروح قلبك تاخدي بوزات قدام الكاميرا وتقعدي تنظري وتتفلسفي وتدلي بارائك بالفن والدراما والسياسه والطبخ وكل شيء، ولو محلي اعرفك يعني. حسام حسام لا تستفزني، هي عم فهمك والا قسما بالله بحلف يمين ما سجل المقابله وطالعك انت بسواد الوش. شي حلو والله، كمان عم تهدديني ما تطلعي بالمقابله؟ لك هذا فوق ما دبرت لك طلعه على التلفزيون؟ هي جلساتي؟ هلا انت دبرت لي الطلعه؟ اصلا لو ما كنت انا مرتك ما كان صار هيك لقاء، ولا كانوا فكروا فيك مجرد تفكير، لانه يكون بعلمك يا استاذ هذا البرنامج ما بيستضيف غير العائلات الفنيه، يعني لو حضرتك تجوزت السنكوحه بنت خالتك ابي عمرك ما كنت تحلم تطلع بهيك لقاء. ندى لاخر مره بقول لك احترمي حالك ولا تقولي عنا سنكوحه لانها بتطلب بنت خالتي، فهمتي ولا ما فهمتي؟ يا سيدي لا تواخذنا اذا جرحنا مشاعرك. لا الحق معك، ما كان لازم نجيب سيره البرنسيسه بنت خالتك وداد خانو. ولك ندى عم اقول لك الزمي حدودك وحاجه تتمادي بقى، العمى بقلبك شو صار ليك؟ بعدين معلوماتك هي اللي عم تقولي عنا سنكوحه، ضفرها برقبتك. لك طالما رقبها بضفرتي ضفرها برقبتي، ليش ما اخذتها؟ ليش اتنت حالك على ما تاخذني؟ ليش؟ ولك ريتو الله كان اخذني واصرف عمري قبل ما اخذك. ولك يخرب بيتك شو شاطومه، يخرب بيتك وبيت بيتك، يخرب بيتك. لك مو بس انت اللي ندمان، انا كمان كثير ندمانه. قالت باخذ واحد فنان من نفس الوسط لحتى يفهم طبيعه عملي، افهم طبيعه عمله. لك يبعث لي حمى، يا ريت الله اخذني قبل ما اخذك. انا ليش ما اخذتها
الموبيلا اللي كانت بتقدم لي. ليش؟ مين هتاجر الموبيلا وليه؟ لا تقولوا لي احسن لك. ها؟ وعم تصرخي بوشي؟ لك يلعن الساعه يلي شفتك فيها. لك ها؟ عم تضربني كمان؟ خذ لك. أعزائي المشاهدين، مساء الخير جميعا. برنامجكم المحبوب رجل لورا ورجل لقدام عودكم على الجديد دائما، وجديدنا لهذه الحلقة هو زيارتنا لمنزل فنانين متألقين حازت أعمالهم الفنية على النجاح والتقدير في كل مكان. معنا اليوم الممثل الفنان حسام بربر الذي قدم للشاشة أدوارا متميزة، نذكر منها حليب سباع، الإخوة الستين، كيس خيش تحت الشمس، البحث عن شيء ما، وأعمال أخرى لا مجال لذكرها. وبالمقابل معنا أيضا زوجة الفنان حسام المخرجة المعروفة ندى عثملي التي أغنت الشاشة الصغيرة بأعمال تركت بصمات واضحة، نذكر منها التيس الذي أصبح رجلا، نوافذ على بيت خالتي، والأفاق المسدودة، وأعمال أخرى. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج رجلتين لورا، قصدي برنامج رجل لورا ورجل لقدام. يا اهلا وسهلا فيكي، شرفتي أهلين انسه حسناء. اهلا وسهلا، الله يخليكي. بدايه اسمحوا لي هنيكم على هالبيت الجميل هذا يلي عم تتجلى فيه لمسه الذوق والجمال، يعني من الواضح تماما انه بيت اثنين فنانين. الله يسلمك خليكي يا رب. يا ترى شو بتشكل كلمه البيت بالنسبه لكم؟ هو الحقيقه انا ما بعتبره بيت ابدا، انا بعتبره وكر، قصدي عش منلجأ له أنا وندى بعد العمل الشاق والمضني لحتى نفرغ فيه همومنا وننسى كل تعبنا وننشحن ليوم تاني ونحن مرتاحين نفسيا ومشرقين ومندفعين، مو هيك حبيبتي؟ طبعا حبيبي طبعا. بصراحة البيت بالنسبة إلنا هو أهم حتى بحياتنا، يعني إذا ما كان هذا البيت له خصوصية وله رونق جمالي مستحيل نحس فيه بالدفء. بصراحة أنا بعتبر إنه هذا البيت هو بمثابة انعكاس لحالة الحب والسعادة اللي عايشين أنا وحسام. الله يخليكم لبعض، وهالشي أكيد واضح وكل الناس بتعرفه. طيب يا ترى أنتوا بتتناقشوا بشغلكم ولا بتنسوا شغلكم بعد ما تفوتوا على البيت؟ لا طبعا بنتناقش، نحن أصلا حياتنا أنا وندى قائمة على الحوار، الحوار الهادي العقلاني المتزن الواعي الحضاري. يعني مثلا أنا بحرص دائما على أني اسمع رأيها بأدواري، خصوصا وأنها مخرجة متميزة وصاحبة نظرة فنية دقيقة كتير. يعني بصراحة ندى هي الناقدة الأولى لأدواري بالإضافة لكونها ملهمتي الجميلة. يا سلام، وأنت مدام ندى ما بتاخدي رأي الأستاذ حسام بأعمالك؟ طبعا، كيف لك؟ معقولة يعني؟ أنا بتناقش مع حسام بكل التفاصيل وبتنور برأيه كمان، يعني ابتداء من اختيار النص وانتهاء بالمونتاج. طيب ما صدف انكم اختلفتوا بالرأي شي مرة؟ هذا شي طبيعي يا أنسة حسنة، يعني كتير من الأحيان بيكون رأيي مختلف مع رأيها، بس طبعا نحن بنخضع أي مسألة للحوار العقلاني والنقاش المفيد طبعا، ومتوصل بالنهاية للصيغة المناسبة. أو بيني وبينك أهم شي فينا، ما بعرف إذا كان متوفر هالشي بين شخصين تانيين غيرنا، هي ميزة انه نحن ما منستبد برأينا ابدا ولا منتشنج. طيب مدام ندى، بدي اسألك سؤال ولو خاص شوي، يعني بما انكم بتمتهنوا مهنة الى علاقة بالابداع، والمبدأ احيانا بيكون عنده غيرة ولو انه غيرة مهنية، يعني ما حصل بيناتكم هذا النوع من الغيرة؟ لا ابدا، اكيد مستحيل. انت شو عم تحكي انت؟ أنا وحسام ما منحس بالغيرة من بعض إطلاقاً. على العكس تماماً، يعني مثلاً أي نجاح لندى أنا بعتبره نجاح إلي، وأي فشل إلها لا سمح الله بعتبره كمان فشل إلي. أي نعم، وأنا بتعامل مع حسام بنفس الأسلوب، مو هيك حياتي؟ ما شاء الله كان تطشود. بالحقيقة أنا مبسوطة كتير لأني عم مستضيف هيك عائلة نموذجية. طيب
ننتقل لجانب تاني. يا ترى بأوقات فراقكم شو بتعملوا؟ هو لقلك الحقيقة هواياتنا مشتركة أنا وندى، يعني منمارس نشاطات كتيرة، نتفرج سوا على الأفلام الأجنبية، نتناقش فيها، نقرأ كتب، نحضر ندوات ثقافية، منشوف مسرحيات، منروح زيارات لعند المعارف والأصدقاء، يعني تقريبا وقتنا كله معبى. إن شاء الله العمر كله، الله يخليكم لبعض. مدام ندى، يا ترى شو أكتر دور عجبك من أدوار الأستاذ حسام؟ ما بعرف، يمكن شهادتي بحسام تكون مجروحة، بس الحقيقة كل المسلسلات اللي اشتغلها حسام كانت جيدة، وكل دور فيهم كان عم يقدم شيء مختلف عن الثاني. يعني بصراحة أنا دوره بمسلسل الطرقات الضيقة بكن له كل احترام، وحسام اشتغله بإحساس عالي جدا. وأنت أستاذ حسام، يا ترى شو أكتر عمل عجبك من أعمال زوجتك ندى؟ بصراحة أنا تأثرت كتير بمسلسل الآفاق المسدودة، لدرجة أني بكيت وصرت أشهق لما عرضوا الحلقة الأخيرة منه، وصدقيني لحد هلأ كل ما بيجي على بالي أبكي بحط الحلقة الأخيرة على الفيديو وبقعد ببكي 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 بصمت. فعلا يا ندى أنك حلقت كتير بهالمسلسل. حبيبي أنت مرسي لك، هذا كله بفضل وقفتك معي وتشجيعك إلي. لك أنا شو ما عملت معك بحس حالي مقصير. عفوا لأني قاطعتكم، بس معي بعض الأسئلة من الأخوان المواطنين مسجلين على الفيديو، يا ريت نشوفهم سوا. ايه اوكي شو رايك باللقاء برضه؟ يا عيني على هاللقاء، ما اجمله ومبسمين، بده يطلع رومانسي كثير. لكان خدي لقطه لبيته من الجنينه للشباك. ايه مو تكرم عينك انسي حسنا، تفضلوا شباب عجنين تفضلوا. ولك هلا انت امتى بدك تبطلي لي هالعاده؟ ما بدي افهم. انا عادي عادة البوزات قدام الكاميرا، ما قلت لك لا تاخدي بوزات لحتى ما يصير تصنع بالحلقة؟ هلا انت انتبهت على التصنع وما انتبهت اني نزلتك من السماء وانا عم امدحك؟ لك الله ياخذني لحتى ارتاح من العيشة معك يا رب. ليش شو بهالعيشة يا ست الحسن؟ نسيتي شو تزارفتي وتمنطعتي قدام الكاميرا؟ لك اخ على ما يعرفوك على حقيقتك، ما كانوا طالعونا بهيك برنامج، كانوا طالعونا بالسالب والموجب. السالب والموجب؟ ولك يطلع بلعك إلهي ما قلت عمتي. لك حسك بقى، حسك عليك، روح بقى. لك خسي خسي بلعك، خسي قلت لك اللي بيخسي. أنت خسي، يلعن الساعة يلي شو وستك فيها، شو ساعة تحس.